تعال تاخر مدرس خلنا نمشي. طول الاستاذ. يا خلنا نمشي نفرد. لا لا انا قاعد شوي. يا اخي نهرب مدرس متاخر. لا 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 لا. تكفون طيعوني. معليش. طيعوني ذا المرة. انا مذاكر خمس مرات. يا اخي انا دارك مذاكر من يوم ولدت انت تذاكر. بس خلنا نمشي يا اخي نمشي نروح نسير. اوكي قم قم انا وياك. اي اول مرة يخرب مشينا. صدق؟ والله مشينا. انا ما ارجع. لا احس. ما تاخر مدرس يا ولد. والله حاضر. كم الساعة الحين؟ لا لا يتصل دقيقة. دقيقة خليني اشوف كم الساعة. الحين وثمانية واربعين عطي لا وتسعة واربعين إذا ما جاء نمشي يلا خمس دقائق أوكي خلاص ليه لأن حاطي اتصل نروح نفطر ولا نجي ما حد درى يعني ولا نقعد ننتظر على متى شو ذا والله ما أدري درس يا ولد ما أدري ولد اسمع أرسل لي أسئلة على الواتساب يا أرسل أسئلة على الواتساب أرسل لي أجوبة لا أجوبة أرسل لي إيش فيك أنت لا تصير أناني يا حمد بالله اذا ما والله لو والله لو ما تغششني لا وطالع وركتها والله لا افرشك عند الباب والله لا افرشك عند الباب غشش ارسل على الواتساب زين اسمع انت لا تسوي شيء استاذ وين لا تسوي شيء انا بشوف حمد انت ذاكرتي حمد استاذ وين شوي بالله ارسل لي اي حاجه ارسلها لي طرشك سلايدات ايوه عشان اعطيك اعطيك لي اللي زين اسمع اسمع اذا في سؤال ما عرفته بحاول شوف 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 سو شوف صالح 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 يا ياسر نفسيه ايش فيه يا ابي نعم الصح كذا الغلط طير المعلومات السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اسفرت وانورت واستهلت وامطرت اوكي اختبارات ماني خلق لكم اصلا مالك خلق من يوم دومت اول سنه عندنا كل يوم مالك خلق مخصوم منك أربع درجات من الاختبار الأول ما عاد باقي الله أربع درجات خذيت الاختبار الثاني درجتين طيب أشغلت ثلاث سنوات متكي في الوصل هنا خبرة أخوياي أخوياي أعطيك شهادة خبرة وأعطيك شهادة نجاح أخوياي عسكر ذا الحين نعم وأنت ايش تبي أستاذ أنا أبوي يسلم عليك أبوي وايد مشتاق لك يقول أخي ترى أكثر أبوه يداوم أكثر منك في المدرسة التمر حقكم وصل وش ذا البول فاضي أنا أبوي قال في الليل بس أبوك قل لأبوك سلم علي وين أوه برزيقة قال لي دق علي دقيقة يا سعيد يا سعيد هذه اختبارات مو بدق عليه بدق عليه يا سعيد هذه اختبارات ومطلع جوالك بعد لا عشان أمي بروحها من دوامها بعد قال أبوي خذ جوالك خلص مكالمة يقول هو مكلمك تحط الجوال هنا ليه مخصوم منك بسرعة قال لي بس أكلم برزيقة شك يوم ان شاء الله يرد عبد الرزاق وين عنده اختبار يا اخي ان شاء الله يرد جاي انه بجاي لا انت قلت له بتطق له رنه وبيه هو انت قلت طق له رنه وبيه رد 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 قول له يا ودي 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 صالح 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 تعال 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 واضح انه مذاكر عدل طارت المعلومات يا استاذ لا لا بجيبها المعلومات ما شاء الله جمع المعلومات قوم جمع المعلومات دقيقه ايش فيك جمع المعلومات انت اخر جمع المعلومات خلاص خلاص وقت اختبار وقت اختبار اوكي وقت اختبار يلا بسم الله استاذ مذاكر استاذ جوالي مذاكر استاذ وزع الاختبار جوالي معه وزع الاختبار استاذ خذ تلفونه خذ تلفونه وزع الاختبار استاذ وزع الاختبار جوالك خذ تلفونه جوالك ما جبته عند الوالد اي عند الوالد فتش فتش ها ما في جوال ها ما في جوال صح في جوال لقى جوال الثاني هاي تلفونه الثاني استاذ بالغلط نسى شكرا استاذ وزع الاختبار انزل معلومات ارحب يلا حييك هلا كيف الحال السنه الجايه باذن الله نفس المكان نفس الفصل نفس الفصل قلقت عليك وينك يا اخي والله رد ما خلاني ما خلاني حبيب انت وياه هلا اذا طالب جديد لا هذا معلم بس جايبينه مو بس اقعد ابشر طويل مره ابشر يا فروشتي يا شباب ترى ما يبي ناقصكم انا طالب نقل واخر يوم عندكم خلوني خلاص نقل انا اعرف لك باص نظيف والله استعجل نقل تشتغل في النقل يا ابن حلال نقل من المدرسه بروح بطلع من ديرتكم دي تبغى ايه تروح من عندنا استاذ انا اعرف يبغى يشتغل في الباصات نعم استاذ ها شفته استاذ والله شفته ها والله اقول حق ابوي لا 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 تكفى ترى ابوه اليوم جاء المدرسه ابوه اكثر واحد يجي ابوه مدرسه فاضي ما عنده شغل ابغى اركز معه وش يبي واجب؟ يبي واجب اختبار نهائي واجب دقيقة تمر ومكان صلاة تحت الجنيه وش يا أستاذ الآن سكت ولا كلمة أستاذ
استاذ شباب استاذ استاذ دقيقه استاذ دارت مياه استاذ انا كلمتك قبل ولد انت فين جاي انا من برا ايه مريت على 14 دوره مياه في كل ادوار في 6 دورات مياه اراجع يا استاذ تراجع ادخل دوره مياه وراجع عادي خلاص جبت لك فطور جبت لك فطور استاذ شباب هذا استاذ لاصق فيني استاذ يبي غش تسمح يا استاذ تسمع استاذ لاصق فيني يبي في واحد نسى لسانه في البيت ما يتكلم من يوم جينا اسمحوا لي الطالب اللي بدا هذا دليل انسان مركز وبيحصل وين مركز هذا حطيناه على عصامت وجاء مسربينه مركز والله مركز عشان ما تطير معلوماتي اسمحوني اصدمكم بس معلومه استاذ لاصق فيني يبي غش يبي غش خليني اخلص لك تفضل نختبر في مواقف الاختبار الاول وش المدرسه شباب ابو رزيق اقرا الجمله المكتوبه مكتوب الاول الاول الاختبار الاختبار صح في شخصه نسيتها يا حظي ايش معنى الكلام هذا هذه اشعه عظام ما هو بكتابك والله استاذ ايش هيك العظمي يا استاذ بالله والله طيب هيك العظمي اسمعني ايش معنى الاختبار باسم نفسك هذا اللي كانوا يقولون معنا شوف راسمني تبغى ترد علي طيب وصلت صح حلو طيب اسمع يا ولد اسمع هوب شوف ارجع يا استاذ خلاص عيب عليك عندنا مشرف يا اخي مشرف ساكت اسمعوني هذا مكتوب الاختبار الاول ايش معناته الاختبار الاول معناته ان الاختبار في دائره لا يا جنط الاختبار الاول يعني هذا اختبار رقم واحد صح في اختبار ثاني بعد 10 دقائق في اختبار ثالث بعد 10 دقائق بديناها كذا اكثر شيء يرفع ضغطي الدوافير اللي قام يسويها يا اخي وش الدوافير ذي التمر هذا ما يمنعك تكفي بسرعه يا قلب اجلس هذه من قوه المعلومات دراسه من قوه المعلومات دراسه ثقلت عليه والله احسن شباب الحين يا اخي تروا الاستاذ يا شباب طيب يا المشرف يا سعيد طيب يعني انتم خلاص ابشر خلاص اي الحمد لله والله هو اللي كلمني احل بدا عادي انت بس انت عساك تحل يا رجال اي شيء جايب خطاط عشان اذا صححت تشوف الخط استاذ واكتب اسمك وركز ابليس جايب خطاط مثلي وش استاذ السؤال الاول وشو السؤال الاول الاسم الكريم اسمك الثلاثي يا ابوي يا اخي اسم ابوي انا مو بعارفه يعتبر الاسد هو ملك الغابه دقيقه ابوك اسمه يا اخي ناسيه الناس ايش ينادونه فهد صح ابوك ينادونه فهد شرفك انت ابوه اول دايما نقول له ابو فهد لا ذاك على خالي مسميني مسميك على خالك اي ابو فهد على خالي ابوي ايش اسمه ابوك ايش ينادونه الناس يا الله ابوه استاذ ابوك هذاك اللي استاذ ايوه دقيقه ما اقدر افكر دقيقه يا ابوي ابوك شنو ادونه سجل اي شيء سجل امك امك اخوانك شنو ادونه حافظ رقم بطاقه الحوار الوالد سجل ابوك شنو ادونه جيرانك ابو عبد الرزاق ابو عبد الرزاق ابوك في البطاقه شنو مكتوب اسمه ابو عبد الرزاق يا هذا اللي ما ذكرته ذكرت كل شيء الا هذا يا ابوي هذا ما يبغى ذاك اكتب عبد الرزاق وانا عارف ما في احد انا مذاكره انا مذاكره انت اسمك سعيد اكتب سعيد لا غيرناه امس على كيفك هو عشان انجح عشان ابوي اتصل فيني احسن لا 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 استاذ يا غبي مو قدام مدرس ابعد الى خمسه ولا اسمع صوت 1 2 3 4 5 تفضل ولا اسمع صوت ولا اسمع صوت ستوب يصيح ولا اسمع صوت يصيح اختبار صعب عليه انا عارف مصدوم خلو هاي شفته كل سنه يبكي كل سنه يا قال امها مناحه المدرسه صالح شقق ورقتي شقق ورقتي بدلها ها ورقه جديد الله يقطع شر هذا بكره نسيت ايش بيسوي استاذ خلص احنا كلنا نفس الاسئله لا 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 خلصت دقيق خلي ورقه معاك راجع خلصت استاذ راجع استاذ ها خلصت تاكد يا استاذ خلصت يا اخي وش السرعه راجع اصحح راجع تبغاني اصحح بالنيابه عنك لا لا يا رجال فاهم المنهج اكثر منك انا بشوف الحين ثلاث سنوات خبره نفس الاسئله اللي السنه دي وسبنا فيها وايد ازعاج استاذ وايد ازعاج ما يسكتون ذيلا يا اخي انت ايش جاب تدرس عندنا من الشرقيه عبد الرزاق تعال توقف هنا انا عندي مدير يبغاني خلاص ابشر ارجع مكانك صديقي بوقف ارجع مكانك وقفتك في خارج المدرسه بوقف مع صديقي الوقفه مو هنا في الليالي اسمه ذيك مع سير اجلس خليني اوقف معه اجلس ولا حال شيء وقاعد تبكي اجلس
عبد الرزاق بالله ركز معي. لا لا ابشر. لا هذا غش. لا 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 مستحيل. انا بروح للمدير وراه. ايه لا 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 خمس دقائق. عشان نشوف موضوع النقل. طول. ايش تحط ذا المدرس؟ يا استاذ. ارجوك ارجوك لا احد يغش. ايش قاعد نسوي ذا؟ يا الله بعد الطلاب. حل حل هذه حل هذه. حل هذه خلها يلا. يا القاضي امسح اسمك. ايوه ايوه اسمك امسح 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 اسمي. دقيقه خلنا نشوف. خلصت انا خلصت. قسم بالله ما يكتب وانا اكتفك هني. اه يا يا لا تهايد على زميلي. تبي احل ركتك؟ لا تهايد على زميلي حل. يا استاذ يا استاذ يا استاذ شققوا ركتي وخلي اعطوا هذا ركتي الممتازه. حليت انا خلاص الورقه الممتازه حقتي حلوها. مو اسمي استاذ ورقتي استاذ قس. تعال 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 يا ابوي. تعال يا حمد حمد يا حمد اجلس امصق بالعقاب ولا اكلم ابوي. اجلس الحمد لله امصق يا ولد اجلس. الحمد لله ان نجحنا. مبروك النجاح. الحمد لله ان نجحنا. مبروك النجاح. الحمد لله مبروك نجاح. نجحنا احترم المعلم احترم المعلم. بالله والله الأسئلة سهلة يا استاذ ما توقع. بس خلونا نراجع الأسئلة وتصحيح النتائج بعدين. يلا بشكل سريع. ها يلا بشوف انتم اجاباتكم. وين رحت قبل شوي؟ يقول لك وين رحت قبل شوي؟ رحت المدير اتاكد من موضوع النقل. بشر نقلوك. لا يقول بعد اختبار. ترى ترى المدير ذا والله ما ينقلك. هو قايل اهلي قال والله لا عند ابوي عند ابوي ابو الرجال ابوه ذا. نرجع موضوعنا. يعتبر الاسد هو ملك الغابه صح؟ بما انه ملك الغابه توقع كم ينام ساعه في اليوم؟ ما ينام 20 ساعة. 20 وانت ما ينام. ما ينام ليه؟ لو نام تلخبط في الحيوانات. صح احسنت. ست صح. ساعات ست ساعات. وانت؟ انا الاسد مركب ذاكرة كبيرة ما ينام. ما ينام عشان مركز دايم يشرب قهوة كثير. تخيل انت مدير. انا الاجابة الصحيحة 20 ساعة. وش الاسد الفاضي؟ وش تبي هاي عندنا في البيت الاسد؟ هذا يعتبر المدير عادي موظفين شغالين هم تكي. صح والله انه فاضي ذا الاسد. السؤال بعده في اللغة العربية واحد في واحد يساوي اثنين ولا اثنان؟ اثنان. اثنين. 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 اثنان. واحد ضرب واحد يا درج انت وياه واحد. واحد صح. غلط. ولا اثنان. هذا سؤال نحو لك يجيب الرياضيات. ايش مدرس؟ هذا الذكاء عند المعلم. كيف انت تقول كيف استاذ اثنين ولا اقول حق واحد ضرب واحد واحد له اثنين ولا هو اثنين بخليهم يقوم يضربونك الحين ونشوف كم واحد يا هذا اثنين ضربوا واحد. لا لا تهدد. واحد زائد واحد. ماذا يسمى تغير الماده من الغاز الى السائل؟ التونه 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 كبده كبده يا استاذ التونه يا استاذ التونه كبده تبخر التونه. شفت تعرف يا اخي ام ذاكرها ثمان مرات. الله عليك يا اخي. انا يا ولدي يا ولدي اصبر تفضل. اول شيء ممكن تعرف لي ايش هي التونه؟ التونه اللي يجي في البقاله العلبه. العلبه ذي اللي كذا يطلعونها من سمك. الله الله السمك سمك الفش. السمك اللي في النهر. الفش في النهر. الفش بليش نو سبيك. شكرا يا ابو رزيق على الحق. طيب سؤال طلع لي كلمه تونه في السؤال. ماذا يسمى تغيير الماده من الغاز؟ لو انت اللي كتبت الاسئله انت ما تعرف تكتب. تونه يا اخي ايش سمكة ما تتبخر. تدري ان ابو رزيق يعرف الجواب؟ اثبت لك بكيفه. تفضل ابو رزيق. ابو رزيق تحول الماده من الغاز الى السائل ايش يسميها؟ تونه. ايش يسميها؟ خلها عشان ما يزعل. سلتونه. سلتونه. يلا يلا عشان ما يزعل. يا خلاص تبعد عنك الصدق. يا مو عشان خويك تسلك. يا اخي انا مع خويي قال تونه تونه. لكن يعني في حالتك التونه شوف خليها قشطه. شوف شوف ابو رزيق شوف شوف ابو رزيق ايش حاط. يستهبل عليك. تكثيف. شفت ان بعض الاخوه يا مام كويسين. لا والله رجال عندهم. السؤال اللي بعده يقول صفه من صفات الرجال يقولون ان هذا الرجل كرم اشم البخل اشم صاحب الشيم ولا في جلده شامه ولا ما يستطيع شم. النظر النظر يرى. دقيقه هذا الرجل اشم. وش يشم؟ مش ذا الرجل. ايوه ايش معنى اشم؟ يعني خشمه طويل. نفسي نفسي. كيف نفسي اشم؟ مرض نفسي. مثلك شهم. الخيار الاول. الخيار الاول صاحب شيم. الخيار الاول قطع سلطه انت. ايش رايك؟ ها اشم يعني خشمه طويل.
صح فسمي أشم صح إيه ووجه الخيار الثاني لا يستطيع الشم هذا ما معه خشم من الوكالة فما نقول أنها شم أيوة والخيار الثالث وشو والخيار الثالث في جلده شامة في جلده شامة هذا موجود في جلده شامة جلده شامة الإجابة الصحيحة ما تبين إنه صاحب شيم شكرا استاذ لا تمدحني وايد لا تمدحني وايد شكرا بالله بس بخلي ابوي زيدك لكن للاسف انا طعته اغبياء صراحه شوف كل يوم يسرح الرجل شام جديدة. هو اللي في جلده شام شام يلا نعم السؤال اللي بعده عشان استاذ يا اخي وش التدريس ده يا اخي ملينا يا والله اذا ما قلت لي صح اللي بعده والله اذا ما قلت لي صح والله والله ظبطك والله اذا ما قلت لي صح قول صح قدام تسمع استاذ ما ادري جابت صحيحه صفق صفق تسمع عندي صفق خلاص صفقنا لا السؤال اللي بعده عدد عندي سؤال خطوط الطول 180 360 ما يمكن عدها والله يا معدوها ماني معهم ما كنت معاهم صح ما معهم الخيار الثاني 360 استاذ على خط على خط الدمام ثلاثة 360 صح؟ ثلاثة اي احد الدمام بس المملكة السعودية العالم 360 صح؟ مو بياهم قول 360 اي 360 اجابتين صحيحة انتم كلكم خطأ ما سألك يا المسخرة سؤال المهم ما سألك يا المسخرة السؤال الأخير كأنك غاير السؤال الأخير السؤال الأخير إذا كان الاسم ممنوعا من الصرف ممنوع الدخول الكنترول هذا عارفينه معروف معروف السالفة ممنوع يعني ما تدخل يخصمون عليه يعني نعطيه مصروف ولا لا لا ممنوع ولا ما ممنوع ممنوع يعني ما تدخل أي مكان ممنوع ما تدخل أي مكان ساد يعني ما يحطون له تن لا ولا تين ولا تون صح إجاباتكم صحيحة أنت خطأ وأنت خطأ المسخرة هذا كله خطأ مش ذكرنا اسمحوا لي أصدمكم صدمة تسمع الساد عندي سؤال ساد هذا كم كل يوم يشتري ملابس جديدة هدوء نبي درجاتنا يا ساد الاختبار الأول انتهينا منها الآن نذهب إلى وين الاختبار الثاني ساد شو في المدرس الفاضي ليش كذي النقاط هذه عشان مايله دليل التعاون بيننا سدنت هذا اختبار ايش هسه الاختبار هذا ما في اسهل منه صح او خطا صح ولا خطا احنا ذكر اختبار واحد ارجوكم ركزوا معي تفضل ارجوكم هدوء يلا اكتب اسمك الثلاثي يلا وانا عشان بطلع احس اني مره تعبت لازم اشرب لي كوب اراقب عليهم السالفه لا ما احتاج انتم رجال ما. انتم رجال كبار ما يحتاج احد يراقب عليكم وانا اثق فيك يا ابو رزيقه سعيد انا اثق فيك جدا صالح ثقتي عمياء معك حمد انت راس المال والتمر اكبر دليل من غشنا فليس الله يجزاك خير في سؤال متاكد منه انا وشو اللي قبل الاخير وشو يعتبر سعد القحطاني احد عوامل التعرير على جودة المناخ صح يعتبر سعد القحطاني ايوه هو صح احد عوامل التعرير المؤثرة على جودة يا شباب ما يجوز ابو رزيقة من الكائنات التي اذا قطع النفس ما جيب الاسئله يا اخي يا صالح شباب هذا ابو رزيقة من الكائنات التي اذا انقطع عنها النفس ما تفسيش خطأ يرحم امك يا اخي نعلم ذا عدد كلمات شارت ابو رزيقة هذا على الطاقه الشمسيه تسكت لا خمك بواحد عاد انت ها رنتك صار الدوافير والله صار الدوافير يا اخي ايه ما يجوز تحل انت ولا ما تحل فك الطاوله المراقب يشوف طريقتنا في الاختبار حق بلدية إيه لا مو بلدية بلدية لا إدارة تعليم بلدية لا إدارة تعليم إدارة تعليم ادرس ادرس دخل بلدية الكفيل مالهم مو دخل بلدية الكفيل مالهم مو دخل بلدية كفيلك وين دخل بلدية شكرا ما حليت شكرا ما حليت استاذ احمد ما حليت اي جاب خصم لا 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 استاذ انت ما تبغى تنجحنا خلصت هذا شوي قلب نجار خلصت يا ابوي لو سمحت انتظر شوي الله يا المدرس ذا يا اخوي امشي ترى وش ذول الطالب نفسي شوف نيتك البطاله وش سوت كسرت طاولتك شباب انت وعقالك ذا اسمحوا لي يا سعيد انت واستاذ الشباب اللي معاك يعني عشان نخلص موضوع الاختبارات يا استاذ متى بنحط التعطيل ان شاء الله بعد هذا ايش رايكم ناخذ الاجابات بشكل سريع يلا يقول اجب بصح او خطا خطا سؤال اول بابا يبيك بابا يا الغبي بابا يقول بابا لا يا غبي مو بنت يا طويل العمر مو بنت غبي لا قصدي ذول دقيقه
يا ابوي يصبر بابا يا ابوي يصبر يا ابوي يصبر بابا عشان جبن مدلعين لا 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 ان شاء الله اموره طيبه وان شاء الله اربع درجات هذه اكيد من الله يبيض وجهك اللي بيك اكبر من كذا لا 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 تمر وهذه تاثر فيني لا استغفر الله استغفر الله لا الله يتزكى شكرا تبي تكلم مامي ها مامي لا والله انا يلا درجاتي لا انا يلا متحمل كندر راح اتحمل مامي فوقها ما استريح استاذ كلم بابا هلا انت ورعك الله يخنز بكم كانكم اشغلتونا ترى عند البن الله يوفق عدوك يسا. انا بابا في الشركه ها في الشركه بابا شباب في الشركة. ركز سؤال يا سعيد يا سعيد عليك بس يا سعيد سم. انا تراني ودي خلصك ابي انقل وتطلع معي من المدرسه دي اي بروح معك يلا نبدا يقول اماطه الاذى عن الطريق هي ادنى شعب الايمان صح 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 صح, 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 صح احسنتم صح. هذه ميزة فيكم أنتم من الدين ما شاء الله حليتها لأني أخذتها من صالح أنا السؤال الثاني أستاذ غش العاصفة هي حالة وصف حالة طبقة الغلاف الجوي السفلية في مكان وقت ووقت محدد العاصفة هي بكرة ابن قريع حق البل اسمها العاصفة شو يقول هذا؟ سيتفضل استاذ هذا كل شوي يتفضل يروح الجو كل شوي يتفضل وزنه وايد عود يا اخي ما اعرف من الممتاز انت ولاهم يا استاذ لو سمحت هذا كل يوم تدري وين يروح بعد المدرسه الناس كلهم يروحون بيتهم يروحون السوق يشتري ملابس جديده كل يوم ملابس انا باقي خمس ريحه سوق باقي خمس دقائق باقي الاختبار استاذ احب اهنيك الله يطول عمرك انت عندك معلومات كثيره عندي شله عليها بس كلها ملخبطه انا عاصفه لهبت بدون بدربها يصبح طحينه احسن السؤال الأخير في الصحف خطا يقول عدد كلمات إشارة برنامج الناس والليل هي 342 صح كلمة. صح غلط صح صح أنا عديت غلط عد يلا الناس والليل 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 حنا ما صرنا نحفظها من كثر ما يدخلون أناشيد عندهم صح لا. صديقي ومدري من العموم العموم كل الأماكن الاختبار استاذ يا استاذ عديتها 14 استاذ نعم استاذ انا بشتكي على واحد استاذ يا خمد استاذ حمد اسمح لي لا معليش لا معليش عندي اختبار عندي لا. اختبار اخر شيء الاختبار الثالث سمعت ايش يقول عني استاذ رنني راشدي ولد خلاص في ذبان بس الفصل قاعدين نهوش والله الذبان عارفين احنا وين يا قلبي ذبان 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 احنا عارفين ذبان وين هد هد يا كابتن ذبان يا استاذ ذبان ولد خلاص خلاص الاختبار الاخير اختبار صعب استاذ يقول كل يوم اشتري في يوم يا اخي بالله انت قارن نفسك باشكال هذه يا اخي اجلس انت عارف ناس قد جاي من المعهد اجلس بس تفضل استاذ علل ليش يا اخي ما من الان ساقط في علل لماذا ليش خرطوم الفيل يوصل للارض ارجوك عندك تمر مسوينا عند سباك وش خلقت الله يا اخي ايش نقول ليش علل استاذ شلون ليش خرطوم الفيل يوصل للارض ما العامل مشترك بين الضبع والضب والضفدع عرف الضاد هذا سهل شباب معكم نص دقيقة واحد اثنين ايش هو الضبط ترمبه واحد اثنين ثلاثة تفضل اختبار يلا شنو الضبط ما اعرف الضبط الضبط هذا شوف يا بغش الدلخ تبي سعيد اسمح لي بعطيه معلومة يا صالح ابوي صالح ابوي صالح ما ذكرت استاذ ايش سؤالك يا ابو رزيقة دقيقة يا ابوي دقيقة استاذ انا ما اعرف الا الكناري ايش السؤال ايش شنو الضب هذا الضب هذا هو هذا ايه بس ركز والله كبير مرة الضب يلا كبير. سؤال يقول ليش خرطوم الفيل يوصل تسمع هذا اعطاني ورقة يباني حل بالنيابه عنه وانا والله لا هو خذ مني الورق يا اخو معليش خذ مني الورق عاقبوه طردوه دقوا على ابوه لا الفعكم ذاكم ذاكم ما انت من الدراسه خلص يا استاذ عندي سؤال لماذا خرطوم الفيل يصل للارض ليه انت اسالك انا قاعد اسالك تسالني اسال الفيل اللي جنبك وش درى الذكاء عندك استاذ حاول تفكر ما العامل المشترك يا برزيقة بين الضب والضبع حرف الضاد والضفدع حرف الضاد انا يعجبني الذكي شفت كيف يعجبني عجب شنو ترمبة لماذا سميت الترمبة بهذا الاسم هو حلا لنا لما تمشي شامي. لما تمشي تقول طم 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 لا هي ما تمشي هي لما تنقلي تقول بر 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 اي لما تنقلي لما تنقلي ايوه يعني هو لماذا السؤال الاخير يا سعيد هذا مخصص لك انت بالذات
لماذا تعتبر المراجل كائدة؟ لأن ما يحتال على المراجل إلا مثلي بشرائي. أنا شهد. حي حي. شغل. حي عينة حي. استاد راسم سيارة. شكراً. أحب أهنيك. استاد خلنا أوريهم المشاهدين. المشاهدين. خلنا أوري المشاهدين. خلنا نجاوب استاذ. خلنا نجاوب. ناجح. استاذ باقي اربع اجوبه. ناجح يا ابوي ناجح. الاجابات كالتالي. لماذا؟ ليش خرطوم الفيل طويل؟ لانه طويل. لانه الاجابه لان الفيل عملاق وراسه فوق فخرطومه كذا طويل. صح اجابه صح. السؤال الثاني. ما هو العام المشترك بين الضبع والضفدع والضب حرف الضاد؟ كلهم قاعدين ويانا في الصف. احسنت. لانهم كلهم حيوانات فهذا العام المشترك بينهم. الاجابه كلهم ايش؟ حرف الضاد. تعال اجلس. معليش ممكن اسال سؤال؟ اساله يا الحبيب. تعال طاح اغلبه. انت طايح على راسك وانت صغير. هذا لا استاذ هذا طايح على راسه مكيف. انا حضرت الموقف. ايه. هذا ولد حارتنا. انا حسن غلق. هو صغير كان معرض من تحت شقق طاح على راسه مكيف. يا استاذ الله يعينه. ابوه نزل في حراج مرتين. السؤال اللي بعده. لماذا سميت الطرمبه بهذا الاسم؟ عشان اذا قديت انجليزي تقول دمبه. السؤال الاخير يقول لماذا تعتبر المراجل كائده؟ لان المراجل ولد يا شباب المشرف جاء قام يبكي دق على بابا. تفطرون جبن وتغدون جبن.